هنا جينا لنستاند الشعب البحريني في هذا اليوم، اليوم الرابع عشر من أغسطس الذي دعا إليه الشعب البحريني يوم الاستقلال، والذي نتمنى أن يكون استقلالا ثانيا من الجيش السعودي الذي يحتل الأرض البحرينية، والذي لم يواجه إلا بكل حركة سلمية من قبل الشعب، ولكن الحكومة والجيش السعودي مارس أنواع الظلم والتعسف ضد هذا الشعب من قتل وتدمير وسجن لمختلف الشرائح، وخاصة الأساتذة الكبار وعلى رأسهم الأستاذ حسن مشيمع الذي من رغم من كبر سنه فهو مريض وأيضا يرضخ في السجون، وكل هذه إنما يدل على قساوة هذا الظالم الدكتاتوري الذي نتمنى من الله النصر لهذا الشعب والخلاص منه بالقريب العاجل. نتوقع احنا هنا اذا وقفنا بهذه الظروف وبهاي الوقت من السنة في هذا المكان حتى نسمع الصوت الأكثر عدد من السائحين الموجودين هنا، وإلى الحكومة البحرينية بأن الشعب البحريني أبدا ما يبقى وحده، وإن شاء الله كل المستضعفين في العالم وكل الشعوب المظلومة والمسلمة تقف مع الشعب البحريني لكي تساهم في الخلاص من هذه الحكومة الظالمة.